شباب صباح الخير، حياكم الله وين ما تكونون. عندي قياس السكويرة، المسطرة هاي أنا قستها، هاي السكويرة دائما نقيس إحنا بالحافة، بالحافة ونقيس الريدة. هذا شو قدامكم نقيس الريدة، بس هاي المسطرة ما تكفي ولا أقدر أبديلها منها أنا الصراحة، لأن شنو ما تقدر المسطرة تطب جوا الأخير، لأن السيراميك طابة للداخل. فطريقة أمثل أسهل هذا قسته بهالطريقة. أجي بس أقيس من الجوين لهذه المساحة. عندي هنا أنا 18.5. بس عشانكم شلون أقيسها. خلينا هاي الزاوية لأن إحنا قاصين الركن مالتها، فما يطلع عندك القياس مضبوط. هاي 16.5. هنا هذا يعني البوري وين رايح؟ رايح على الحائط، يعني من يخلي كاف ما يقدر الصراحه، يعني بشوف ما يقدر افتح الكاف، المفروض يجي. المهم احنا كاختصاصنا ندور حلول، يعني ما تتوقف لين ابو البيت ما له الصراحه، او اذا ابو البواري خطا نكون احنا نشيل اخطاء شو نسوي؟ يعني هذا تنفتح هذا عم نخلي منفذ الى، لازم نحفر السيراميكا عم يقدر يطبوا بايده ويفتح الكاف. سوينا سكويرة بس الظاهر الصراحة احنا يعني من نشتغل نفتكر، وجوز الفكرة مو ملائمة، سويت السكويرة مو ملائمة للقمة مال الكاك، فجيب السيراميك نعقيسها بهالطريقة. هاي الطريقة نعقصها ويانا هسه، هذا شوف عم اقدر اشتغل براحتي بالطاقة. احنا كملنا القصه قلنا قلت لكم بيها بهالطريقه سويناها. هذا البواري، هذا الفكره منها عمود تقدر تتحرك الكات براحته، يعني تكون مقبوله ان شاء الله، بس عمود يسهل امره لا يبقى يعني عرقله بالكات يفرفر السده ولا يقدر يعيد بواري او كذا. المهم فكره مبسطه ان شاء الله تعجبكم. تحياتي.